مبدئيا كل ما يقال في حائط صد بخصوص وسائل الإعلام وتناولها لما يخص النادي الأهلي، أنا هنا لا أصادر على حق أحد في إبداء رأيه. ابدي رأيك وقول اللي أنت عايزه، وأنا هنا برضو لا أقف أمام أحد عايز يقوم بعمله الإعلامي بالشكل الذي يراه مناسبا. كل برنامج يرى ما يراه مناسبا طالما لم يخالف مواثيق الشرف الإعلامية والقواعد المهنية. ولكن زي ما حضرتك من حقك تقول، من حق إن أنا أبدي تحفظي على كلامك أو وصفك أو تحليلك أو أي شيء. أنا مش بتاع بطاطس يعني، أنا برضو يعني بفهم في الكرة شوية. وهنا أنا لا أقصد شيء في موضوع بتاع بطاطس، أنا لا أقصد شيء يعني، أنا أقصد يعني أنا ما بفهمش حاجة في البطاطس مثلا، وبتاع البطاطس ما بفهمش في الكورة، هي دي القصة يعني. أو اللي بيني وبينكم كل الناس بقت تفهم في الكورة دلوقتي، وكل الناس عندها الملكة إن هي تفهم اللي قدامها ده بيضحك عليهم ولا لأ. اللي خلاني أقول الكلام ده إيه؟ إن الفترة اللي فاتت بلاحظ إن في برامج كتيرة جدا بتستضيف مسؤولين وممثلين عن أندية منافسة للنادي الأهلي في البطولة الإفريقية. ما عنديش مشكلة، كل واحد بيعتبر ان ده ترند او ده انفراد، اوكي. الطبيعي ان اي منافس بيتكلم عن النادي الاهلي دائما بيتكلم بكل احترام، لان النادي الاهلي هو كبير افريقي. لكن السؤال هنا، هل انت في برنامجك زي ما بتجيب المنافسين للنادي الاهلي من البلدان الافريقية المختلفة وبتديهم هذه المساحة الكبيرة ان هم يتكلموا، هل حضرتك اديت مساحة الاهلي في برنامجك؟ الأهلي هنا لا يمثل نفسه طبعا ويمثل بلد. هتقول لي الأهلاوية 80 90 مليون، يا سيدي ماشي، من 100 ولا 120 السواد الأعظم هم الأهلاوية. الأهلي هنا بيمثل كرة القدم المصرية في بطولة الدوري الإفريقي ودوري الأبطال. احنا خلاص كلها بكرة، وفترة التوقف الدولي هتنتهي، بعدها هيكون الاهلي بيستعد بشكل كبير جدا ومضغوط جدا لمباراه سيمبا التنزاني في الجوله الاولى من الدوري الافريقي. طب هل حد فكر يعمل حاجه لدعم النادي الاهلي في البطوله دي؟ بلاش دي. هل مثلا الاعلام الرياضي في تنزانيا كلم حد في الاهلاويه وقال لهم اعملوا معانا مداخله مثلا؟ ما حصلش. أو يمكن يكون حصل، لكن لو حد عنده إجابة يا ريت يقول لي، يقول لي والله إسلام حصل 1 2 3 وحد عمل مداخلة مع فلان الفلاني في الحتة الفلانية. لأنه حضرتك طبعا مصر الكبيرة ومصر العظيمة ومصر هي أساس الإعلام وأساس كل شيء، ولكن في نفس الوقت لو حضرتك اديت 10 دقايق للضيف منافس النادي الأهلي على دماغنا مفيش مشكلة، ولكن على الجانب الآخر يعني أنا ممكن أجي، أنا هنا ممكن أنا بحاول إن أنا أجيب احد الضيوف ان هو يتكلم معانا، ولكن بقيه الحلقه كلها بتبقى عن النادي الاهلي.